السلام عليكم عشاق وعشاقة الدرجات النارية. كما كنت فوق اليوم انه البلاد كتمر من واحد المرحلة اللي هي صعيبة، وان بنادم انه التزم بالبوية تاعو ان شاء الله هادشي غادي يدوز، ونتمناو من الناس اللي انه ما غادي يتشافوا، وهادشي هو اللي كاين. بالنسبة لي ما غادي نقول لكم كيفاش انكم تركبوا جو برو، كيفاش تركبوها في الكاسك. بالنسبة غادي نقول لكم الطريقة كيفاش. بالنسبة لخوت هادو هما الاكسسوار تاع جو برو، يعني كومونديتهم من علي اكسبريس، تقريبا تقاموا عليها بشي 50 درهم، وغادي نوريكم دابا يعني المنتوج كي داير. وبالنسبة للشعرين هادي باش الله وصلني، كيما كتشوفوا هادو هما الاكسسوار اللي جبدهم بيك مونطو. بالنسبة لي نحتاج هادي البارتي الاولى، يعني كيفاش باش نركبها، يعني كنخشيوها هكا وكندب على هذا البارتي هادي اخرى، كندوزو البارتي الثانية، كنركبو على الشكل هذا تايو، كنزيرو بالفيسد هادو، واخيرا كندوزو للكوبرو. يعني الكوبرو كتكون بحال هكا، بالنسبة ديال المرحلة الأولى كما كتشوفو. دابا غادي نزورو المرحلة الثانية. بالنسبة لخوت هاد اللعيبة هادي الطروائم، غادي نحطوها في، يعني غادي نديرو في شي بلاصة هنايا، يعني شوف نتا البلاصة اللي عجباتك، وغتشوف على حساب الجو برو تاعي، على حساب الفيو يعني كي بغيتيها، يعني انا مكتلصقها هنا ولا هنا ولا هنا. بالنسبة انا غنلصقها هنايا كما كتشوفو. بالنسبة للمرحلة الأولى كما كتشوفو التوشية ديال اللصقو هنايا، نلصقو على الشعل بالشكل هذا. بالنسبة للبصة الصفراء هي اللي نلصقو هنا. يعني كتلصق بوحدها بلا كولا بلا والو. يعني بالنسبة ديالها بحال هكا باش تشد. من مورا غادي نلصقو هادي فوقها كما كتشوف هكا، انا غادي نحيدو هادي اللعيبة هادي. وهي لصقات كيما كتشوفو معاش تحيد صافي، يعني واخا الطروه ما يحيد على برد والو. بالنسبة لصقات مزيان كيما كتشوفو، ها ودابا غادي نجيبو الكوب برو كيما كتشوفو هي، يعني ما لصقها ما من هنايا. يعني هي لصقات كتشوفو، سباكا وزيرة بعدو. بالنسبة لي رأي جو برو انك تلصقها، يعني قاع الهيرو، هيرو يعني من هيرو دو، هيرو تروا، هيرو كارت، سانك، سيس، تلوت، يعني بهاد الطريقة هادي. وبالنسبة لي راه الهيرو تروا الكاليتي تاعها شويه يعني ما بيهاش. وبالنسبه لي راه الانتباه ديال اليوم دابا الكومونتي وحده كتسنى تجي. وبالنسبه دابا غادي نانستاليو لابليكاسيون تاع الجو برو. بالنسبه لهاد لابليكاسيون كتكونيكتيها مع التليفون، بالنسبه للجو برو كتخدم بالواي فاي، يعني من التليفون للواي فاي. بالنسبه هذا هو لابليكاسيون تاع جو برو، يعني اي جو برو من هيرو دو حتى هيرو 8. وبالنسبه للجو برو يعني كارت ميموري اللي خصك يعني ضروري 32 جيجا، الا درتي ليها 2 جيجا 16 جيجا ما كتخدمش، يعني ضروري خصك انك كارت ميموري تكون 32 الفوق، 32 120.
ودابا دابا البروغرام انستاليوه. دابا غادي نأثر البروغرام كما كتشوفو هو. بالنسبة لك يخدم أي جو برو، يعني تال جو برو لايرو ويت لايرو 8، انا عندي لي رو 3 انتما الخوص كرت انصري و بروغرام تاع التليفون. كما كتشوف دابا هي خدمات، دابا تكونكت مع التليفون، و دابا نمشيو نجربوها. لا غادي اخوك راه خدام. العمل الوطني هذا النهار محركة قضية دابا حدهم ثلاثة تاخد دابا بنادم اخر. دابا هادوك ما تجينا نجيبوهم، هانتوما كيما كتشوفو الخوت، هادي هي الكاليتي، الكاليتي تاع الكوبرو زيرو تروا، بالنسبة هادي هي الكاليتي تاعها كما كتبغي. بالنسبة لك بغا لك يعني جو برو راهي جو برو كيف يعني جو برو الايرو دو جو برو واحد خاص سلام سلويت. كما كتبغي يعني جوج برازات، البراز الثاني بعد نمشي تشوف وين عبير؟ اش تبدا معاه؟ وين عبير؟ كاينين الكمامات؟ ما نسرو وحده اللي جابو؟ عرفتي كيداروا عليهم عباد الله هنا حتى راكيش؟ اشنو؟ هي والو؟ هنا في 12 جابو ولا 12 داوهم كاع عباد الله؟ ها؟ والله انا زدت ما تتقول ومن نجيبهم؟ والله ما كاين. شوف دابا الا عندي الا بعتوها ما عجبوش هذا دابا المشكلة صحاب يحكموا من هذاك السوق، يحكموا من هذاك ويجيبوه عندي. والله الله 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 الله. السلام عليكم. وين عندنا موري لك كمامات؟ والو واقف. واش كتسكر لي بكية؟ 140 140 درهم 140 ريال 7 درهم 7 درهم البكية؟ اه جيت 10 ريال جيت 10 استغفر الله. وما كاين فين نلقاو شي بكية؟ شي واحد حطيتهم ليه قبل ما تجي لهنا ولا شي؟ نعم كريني سرسلتني. لا لا وريني وريني صافي شكرا. ثانية سرسة ما مات والو. اه حاصل ليسانس 8 8 اه 9 هذا صاحبي ما نقص ليه عندك راه هذا هو يستنى. اه وانت باقي لا راه حنا راه من الدولة صاحبي.
يدور على مول الموتور. واحد مول الموتور الليموني يدور هنا. واحد مول الليموني.